سعد من يزرع حياته خير يحصد لاجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين ما اجمله ما عدله سبحان من عز وجل احلى حياه اللي بها ترضيه رب العالمين. ومع رحله اخرى الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ونقف اليوم لنتحدث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأمه أم أبي هريرة رضي الله عنهما. اليوم الكثير من المواقف سنقف عندها عند هذه القصة، وكيف أسلمت أم أبي هريرة رضي الله عنها، و الدافع الحقيقي أو الأساسي الذي جعلها تسلم. نبدأ معك أستاذة لامية لتحدثينا بداية عن هذا الصحابي الجليل الذي كان من الصادقين في إيمانه، وكان أيضا يحمل دعوة الإسلام ويجاهد في سبيله. فعلا أختي مريم، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الشخصية اللي يعرفها الصغير قبل الكبير، ما كاش طفل بدا يدخل للمدرسة ولا بدا يدخل للمدارس القرآنية ولا المدارس الابتدائية وما تسقسيش على أبي هريرة وما يقولكش هو اللي راه يروي الأحاديث تاع الرسول. شخصية رغم المدة القصيرة اللي عاشها مع الرسول عليه وسلم، كاين اللي يقول 3 سنين كاين اللي يقول 4 سنين، وهي الأصح أنه ما لحقتش 4 سنين، يعني في السنة السابعة من الهجرة تاع الرسول عليه وسلم لما أسلم هذا اليماني اللي كان اسمه عبد شمس. أول حاجة دارها الرسول عليه وسلم أنه وغير له الاسم، وانا هنا نبدا نوقف وقفات من بينها وقفه على الاسم، كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم احسن اختيار اسم جديد يليق بشخصيه كما ابي هريره. وماشي شرط ابي هريره، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا باش كما قال خير الاسماء ما حبذا وما حمد وعبد، معناتها مهم جدا اني انا نخير الاسم الذي يليق بالابن ديالي ولا البنت ديالي، الاسم اللي يمثل حتى الشخصيه ديالها، الانتماء ديالها، المرجعيه ديالها، يعطيك الصحه. مهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يغفلش على امور كما هذه تاع الاسم، واحسن الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار الاسم تاع ابا هريره اللي سماه عبد الرحمن. ثم كانت ابا هريره مقبل كان عنده كنيه كانوا يلقبوه ب ابو هريره، لانه كان كما كما نعرف القصه تاعو كان يربي هره، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقب معاه ويقول ابا هر، كان يفتخر افتخار ابو هريره لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعيط هكذا. حنا واش نفهموا؟ انه تقدري ديري كنيه للابن ديالك ولا لبنتك ولا، ولكن دائما نولوا في حسن اختيار الكنيه. وللاسف للاسف الان نشوفوا كاين عباد، صدقيني يا اختي مريم، استيراد اسماء غربيه لا معنى لها ولا معنى لها اطلاقا اطلاقا، تقولي لها واش معناتها؟ فقط علاش قعدت نقول انا حتى المرجعيه، لان انت لازم تباني من الاسم ديالك عندك مرجعيه اسلاميه، سميها لي مانيش عارفه انا يا اي اسم حتى ما نذكره حتى اسم ما تفهميش، معناتها غدوه من غدوه يكتب ربي تخرج للخارج، ما تقدريش تقولي عليها هذيك مسلمه ولا تقولي عليها هذا مسلم غير فقط من الاسم. هم يتعمدون ذلك سبحان الله لكي لا يظهروا بين اهل الكفر باللي مش باللي مسلمين، حتى يسموا اسماء تشبه الاسماء الغربيه للاسف، كانهم يعني يخجلون بشخصيتهم المسلمه. هذه هي وهذه عمل راهو الخجل بالانتماء ديالك. انت مثلا راكي عايشه هنا، انت ماهوش يضمن لك ربي، انت ما تضمنيش لنفسك من على 10 سنين ولا 20 سنه وين تكوني. انت الام لما اختارت ولا الاب لما اختار الاسم لهذاك الرضيع راه عايش هنا بين المسلمين، تبعيه. وحتى كذلك اختي لميا انه يتحججون على انه مثلا لا موضه كما نقولوا الحضاره، يعني باش ما تسميش اسمها باش مثلا تسمي اسم يعتبروهم في نظره راقي، يتفننون حتى في اختيار اسماء جديده لا نعرف لها لا اصلا ولا فصل، لا اسم ممكن لاتيني هكا
وتقول لك فسريه هو يقصد به كذا وكذا، نور القمر نور الشمس. والله غريب وهي اشاره مهمه جدا، بارك الله فيك يعني اثرتيها. هي يسلمك، وخاصه بعد الاسم اللي راح يكون خلاص معروفه بهذاك الاسم وتنادين به يوم القيامه بالاسم اللي عطوه لك، كاين الكنيه اللي هي ابا هريره اللي كانت عند ابا هريره، هي سنه مهجوره دي سنه مهجوره، لكن جابوا السنه على خلاف المبتغى ديالها، تنابز ولا تنابز بالالقاب، وهذا التنابز بالالقاب ولا يسبب عقد نفسيه للناس، كاين اللي خلو مدارس، كاين اللي خرجوا من المدرسه. هذا ما سنتطرق اليه في قصتنا رائعاتيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ما تحبينا برك نوقفوا عند الاسم وعند الكنيه ثم عند المده القصيره اللي لازم ابا هريره رسول الله عليه وسلم فيها، اللي كنا قلنا بين 3 سنين الى 4 سنين، لكن رسول الله عليه وسلم قال وفي شبابك فيما افنيته. ابا هريره عنده واش يقول في الشباب ديالو فيما افناه، في مده قصيره عرف يستغلها احسن استغلال، كان يلازمه ويطبق واش يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، متى ماشي فقط نسمع القول ونحفظ القول ونعاود القول ووصلات النبي كما يقولوا. يعني من نقل الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم والسلام. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالذات وكانه خاصه بالدعاء، لانه في حديثة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كي جاء للمسجد ولقى زيد بن ثابت مع ابا هريره، وكان صحابي ثالث معهم، كانوا يدعوا الرسول، هذوك الصحابيان كانوا يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يامن يقول امين امين. ابا هريره قالوا زيد ادعي لي كما دعاوا، بصح انا زيد ادعي لي اني نحفظ العلم. قال له امين. عاود انتق زيد بن ثابت قال له انا ثاني ادعي لي باش نزيد نحفظ العلم. قالوا سبقك إليها الغلام الدوسي. أنت ذكاء تاع أبا هريرة في الدعاء. وأبا هريرة كاش يقولوا القصة المشهورة عليه، لأنه خلاص هو وكأنه سبل حياته من أجل العلم والحفظ وخدمة الإسلام. نعم الحفظ، درجة أنه ما كانش يهتم بالعمل الدنيوي، معناتها ما كانش يروح يبيع في الأسواق، ولا حتى يقولوا أنه واحد الحادثة راح للسوق قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الميراث في المسجد، راحوا المسجد قالوا ما شفنا والو، قال لهم ما شفتوا والو في المسجد، قالوا شفنا ناس يصلوا ويذكروا، قال لهم هذاك هو الميراث تاع الصح. تشوفي الذكاء تاع أبا هريرة لأي درجة كان لا يهتموا، معناتها حنا لما تكون كي نسطر الهدف تاعي في الحياة، كي نسطر الهدف ديالي في الحياة لازم نعرف إلا راح يخدم ديني ودنياي، ولا هكذا راني نمشي هكذا. هو كان عارف يسطر الهدف ديالو في الحياة لدرجة وين كان ما ياكلش، وكان يقعد مع أهل الصفة، كان هو الرئيس الزعماء ديالهم، كان والقصة هذه مشهورة بزاف، أنه كان يجوع وكان ما يروحش يطلب اطلاقا، معناتها هذا راح يقلل من عزه النفس ديالو، ربما من المكانه ديالو، ربما من الشخصيه ديالو، ما كانش يطلب. كان كيجوز جاز عليه عمر بن الخطاب حب يقولوا اشرح لي الايه الفلانيه هو باش يفهموا ويقولوا روح نديك تاكل، ولكن للاسف عمر بن الخطاب ما فهموش، عاود نفس القصه مع ابا بكر كذلك ما فهموش، عاودها مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان لصيق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخفى عليه والو. قالوا علي يا ابا هريره، اداها معاه وطلب منه يحلب الشاة ويوزعها على كاع اهل الصفه. شوفي في هذا الموقف بالذات تاع انه الرسول عليه وسلم طلب منه يحلب، وبعد تخيلي انت ميته بالجوع يزيد يقول لك احلبي الشاة، بصح ما تشربيش روحي سق، كونك رئيس راكي رئيسة على أهل الصفة، تسبقي في اللي راكي مسؤولة عليهم، خيرهم شربا يعطيك الصحة، وانت وهو كان المسؤول على أهل الصفة، ما انت لازم تدير في بالك باللي موراهم تكون لازم كقدوة وكالناس تبعك والناس، ما تسبقش في نفسك، تسبق فيهم في الخير، معناتها لازم هما يبداو حتى خلق الإيثار. نعم حتى خلق الإيثار، نعم. انه تسبقين بمن هو يعني عندنا واحد المقولة احنا في العامية مليح نبهو عليها، بما انه
رانا نخاطبوا المشاهدين، حنايا يقولوا المؤمن يبدا بنفسه. فاش يبدا في نفسه؟ ماشي في الاكل وفي المصالح الدنيا، يبدا بنفسه في الطاعه. يعني كي انت كي تروح تامر الناس بخلق فابدا بنفسك في ذلك الخلق. اتامر الناس بخلق وتنسون ضده. نعم تماما. حنا لا يقول لك المؤمن يبدا بنفسه في الماكله، وهذا يعني ليس وكما نقولوا كما قلت يعني المؤمن يبدا بنفسه، حنا نقولوا في الطاعه. ولما تحدثتي يعني عن مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، هو لما كان يريد الاخره سعى ايما سعي حتى تدخل والدته للإسلام، وبإذن الله تعالى هذا ما سنقف عنده بعد الفاصل. أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. ونذهب لنتحدث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وكيف كان يدعو أمه للإسلام، وقد طفح الكيل به خصوصا حينما سمع ما لا يليق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باكيا يشكيه وهو في حيرة من أمره، ماذا يفعل في هذا الأمر؟ أستاذة أم درة ماذا تحدثيننا؟ نعم، هنا نتحدث عن الدعوة إلى الإسلام، وبالأخص دعوة أقرب الناس إلينا. يعني إذا كان كل إنسان لا يعرف الإسلام له حق علينا في دعوته وتبيين هذا الدين العظيم ومحاسنه له، فكيف بحال أقرب منهم إلينا؟ فهنا نشوف حرص أبو هريرة رضي الله عنه على دعوة أمه وهي أقرب الناس إليه، وهذا من حب الخير لها. ثانيا نرى حسن أدبه رضي الله عنه، يعني حتى وأنها على الكفر، وهذا مصداق قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مهم جدا مصاحبتهم بالمعروف. احنا هنا نشوفوا مثلا في المجتمع ديالنا، يعني أبائنا وأمهاتنا مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الأركان، ومع ذلك نجد العقوق ونجد سوء المعاملة. يعني نحن الآن ننبه على واحد النقطة، بعض يعني الشباب والفتيات بارك الله فيهم، لما مثلا يستقيم على الحق أو يعرف شيء جديد في الدين ويبدأ بذلك يعني الحماس، بذلك الحماس في تطبيق الدين، ويبدأ ينكر على والديه بشدة وبغلظة وأحيانا بسوء أدب: أنتم ما تعرفوش الدين والإسلام ما قالش هكذا، ويرفع صوته على والديه يقول: هوينك ورويدك يا بني، وهوينك ورويدك يا بنيتي، هذه أمك مسلمة، هذا أبوك مسلم، لو كان مشركا انظروا إلى أبي هريرة، أمه مشركة ومع ذلك بكل أدب قال: كنت أدعوها للإسلام. هنا نشوفك شغل كأنه طالت مدة دعوته إليها لها إلى الإسلام، ومع ذلك بقي حريصا على الإحسان إليها وعدم إساءة الأدب. فهذا من حب الخير للوالدين دعوتهم إلى الإسلام وعدم التجاوز في حقهما، يبقى حق الوالدين نفس الحق ولو كانا كافرين، فما بالك إذا كانا مسلمين. فإذا نحرص على ذلك. أيضا الدعوة إلى الله تكون بالموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تكون بالسب أو بالشتم أو بالانتقاص أو بالطعن في الناس. احنا نشوف مثلا حتى الناس اللي يحوسوا يدعوا الناس إلى الإسلام أو يغيرون المنكر، قد يغيرونه بمنكر أشد منه. يعني تروح تقول له مثلا ما تسبش وأنت تسبه ولا بالك تضربه. فإذا غيرت المنكر فغيره بمعروف ولا تغيره بمنكر مثله أو أشد منه. فأبو هريرة يدعوها إلى الإسلام وهو حريص على حسن الأدب وحسن الطاعة لها وحسن برها، ونشوف بهذا سر عظيم في دعوتها إلى الإسلام وسر عظيم في استجابتها. لو كان بالك كان يعاملها بعنف وبقلة أدب تقول شنو هذا الإسلام هذا اللي رجعك ما ترفع صوتك على يماك، وشنو هذا الدين اللي رجعك تعق والديك. وحتى هنا نعم مهم جدا، حتى يعني بعض المستحبات كاين مثلا ليعصي والديه على جال امر مستحب ليس اصلا بواجب ويعق والديه. فهنا نقولوا تنبهوا الى هذا الامر شيء يعني ممكن. وحتى سبحان الله هنا لما نقف عند هذا الصحابي الجليل، متى طفح به الكيل وذهب الى الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك المعنى العظيم الذي نقف عنده، انه لما كما نقولوا احنا بالدرجه لما تجاوزت للحد تجاوزت. بارك الله. انظروا حب الصحابه رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان صابر يعني رايح معها درجه بدرجه كما كانت تحدثنا الاستاذه ام دره، ولكن لما لحقت للرسول عليه الصلاه والسلام هنا خلاص فاضت عيناه بدد من الدمع، ومع ذلك
لم يسوء لم يسوء والدته بل بكى بكى من الألم. يعني شغل تعارض موقفين، حبه لرسول الله وبره بوالدته، يعني طاح بالنارين كما نقولوا حنا. فوش دار؟ يعني شوفوا هنا موقف آخر وفائدة عظيمة نستفيدوها. إنسان كي توقع عليه شدة وكرب وما يصيبش لمن، لازم يروح إلى ذي مروءة، كما يقول الشاعر: لابد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فلابد من شكوى الإنسان، يعني كي يكون يحس بك ويتفهم الحزن تاعك والألم تاعك، هذا يخفف عنك. وهذا ما فعله أبو هريرة، لجأ إلى رسول الله حتى يخفف عنه من هذا الألم، وربما يعطيه أيضا المخرج، يعطيه الحل، يعطيه يعني يشير عليه بماذا يفعل في مثل هذا الموقف. حتى ثقة الصحابة رضوان الله عليهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم وثقتهم فيه بأنه ذلك القائد العقل الراجح المتفهم، يعني المتفهم، ذهب ليقول بأنه يدعو أمه للإسلام. ولكن انظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت أمي فيك. فيعني عظيم حقيقة هذا الإسلام، كيف أنه يبلغ لنا تلك نعم، حتى أنه أختي مريم وأخواتي العزيزات نشوفوا أنه ثمرت غرس النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة معاملة الغير، حتى أنه بر الوالدين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجالس الصحابة رضوان الله عليهم، كان يغرس فيهم هذا التربية وهذا القيم، حتى هما لحقوا لما بدأوا يأدوا دور الرسالة. فلما سبقوا في الوالدين، منين جابوا هذا الثمار تاع التربية، ومنين جابوا هذا الأدب في المعاملة مع الوالدين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا احنا لما نربوا أبنائنا على قدوة معينة، لما نكونوا احنا قدوة، أنا الأم راني قدوة مع بنتي الحشمة، الأب راه قدوة مع وليده، يديه يصلي في المسجد، يعلم له أمور تاع الصلاة، الصدقة وغير ذلك. شوفوا الأثر كيفاش يبقى لما يكبر عليه. دائما نقول أنه لا تدع أحدا يعلم ابنك سورة الفاتحة غيرك. علاه؟ لأنه كي يكبر أنت تغرسي فيه حب القرآن، تغرسي فيه يتعلم الفاتحة، لما يكبر راح يزيد يعلمها الأبناء ويزيد يعلمها لمن يحيط. فهنا ثمرة تربية النبي عليه الصلاة والسلام لصحابة الكرام. وما كان أيضا يعجبني في الصحابة رضوان الله عليهم، انه ما كانش كانت تمر عليهم حادثه او موقف الا وكانوا يذهبون الى الرسول عليه الصلاه والسلام ليملي عليهم وايضا ليرشدهم كيف يتعاملون. اليوم احنا السيره النبويه راهي موجوده عندنا يعني في طبق من ذهب، وتنتظر لمن يطلع عليها، وتنتظر لمن يقرا ويفهم ويتدبر ويعمل بها. ولكن مع ذلك كما قلت، أصبحنا نسترد القدوات من الخارج ونقول فلان قدوتي وتلك القصة أعجبتني، في حين أنه موجود بين أيدينا كنز عظيم وهو سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. أحلى حياة اللي بها ترضيها رب العالمين. ومن أجمل ما نستشفه من هذه القصة أيضا أخواتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أبو هريرة يشتكي أن والدته قد شتمت رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه ولا يغضب لذاته، لم يحرك فيه ذلك شعره، لم يغضب لماذا سبتني، لماذا شتمتني، ورسول الله لم يفعل لها شيئا أصلا، لم يؤذيها أو، لكن هذا الذي يدعوك إلى الإسلام ففيه وفيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرك ذلك فيه شيئا، بل كان أحرص على مصلحة أبي هريرة وما يسعده وما يسعد أمه. حنا شوفي مثلا، تكوني تحبي تعاوني إنسان بعد يسبك، الله ما نعاونك، الله ما ندير فيك الخير، علاش؟ كيف أنا يا حبيت ندير فيك الخير أنت تعاملني بسوء؟ بصح النبي صلى الله عليه وسلم شو يعلم من الأخلاق السامية، التسامي، الترفع عن سفاسف الأمور. مصلحة الإسلام ومصلحة الدين أكبر وأعلى من كل أن نترفع عن هذه الأشياء. وهذا يعني شفناه يعني عند بعض الأفاضل، يعني يؤذى في ذاته، يشتم، يجرح كذا، لكنه يبقى ثابتا على الدين ولا يرد عليهم، ويبقى دائما يدعو إلى الخير وإلى الإسلام ولا يدافع عن نفسه. قيل لبعض المشايخ يعني من أهل الجزائر، لا أذكر الأسماء، سأقولها فتحدث عنها، سبحان الله، يعني كان وكنت أنا طالبته، سبحان الله، كان يتكلم فيه كثيرا ويجرح فيه كثيرا،
فقيل له ألا تدافع عن نفسك أو المنبر أو الميكروفون، أنت تقدم خطب كل جمعة وكذا، علاش ما دافعتش على نفسك؟ قال لهم هذا المنبر ليقرأ فيه كلام الله وحديث رسول الله، لا لكي أدافع عن شخصي، أنا شخصي يدافع عني الله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا ترفع الأفاضل عن يعني ما يؤلمهم هم، يعني أنا في سبيل الدين أضحي، معليش يتكلموا فيا ولا يشتموني، لكني أنا أنصر دين الله سبحانه وتعالى ونبقى ثابتين على الدين ونحب لهم الخير وإن أحبوا لنا الشر، نبقى دائما نحب لهم الخير ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، حينما آذوه وضربوه وشتموه وحرضوا عليه السفهاء جاء له ملك الجبال فقال: إذا شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال: إن اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني هذه في معذرة أهل الجهل، يعني ماشي إذا كان هو جاهل أنا لا يعني أنزل المستوى وأكون جاهلا مثله وأرد له السب بسب والشتمة بشتمة، يكون الإنسان قائد أو على رأس أمر ما، فإنه أي شيء يصدر منه فقد يتبعه الآخرون يعني تنوض فتنة وكذا، ورأينا ذلك في قصة أو عفوا حادثة الإفك لما الرسول عليه الصلاة والسلام نزل للصحابة رضوان الله عليهم لما هموا بالاقتداء الاقتتال، وأيضا يعني لما حدثتنا عن هذا الشيخ وهذا النموذج الرائع كيف أنه قال هذا المنبر من أجل أن نقول فيه كلام الله عز وجل، فأحوجنا اليوم لأن نترفع. وأستاذ حنان لما تحدث عن إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنها وكيف أن ذلك الدعاء كان له الأثر الكبير في هداية أهل الفساد. نعم أكيد أختي مريم، بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة رضي الله عنه كانت يعني في محلها وكانت يعني صائبة كيف لا، نعم شافية كيف لا وهو نبي الأمة. فهنا نحن في حياتنا اليومية ما أحوجنا إلى الدعاء، فهو مفتاح للسعادة، ودائما دائما الدعاء أحيانا ندعو ثم يعني تأتينا لحظات من الضعف، لحظات لعدم الاستجابة، الإطالة في عدم الاستجابة، فهنا لابد أن يكون دائما الدعاء مقترن بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة، لماذا؟ لأن حتى أبو هريرة كان صابرا على أمه، يعني كيف هو راه مسلم وأمه اللي راهي عايشة معه في الدار ما راهيش مسلمة. فهنا شوفوا بركة الدعاء لما ندعو احنا لإخواننا لما يكونوا كافرين ولو من بعيد. فلما احنا في حياتنا اليومية تقول كدعي لي، ادعي لي لما تشوف فيك الخير، لما تشوف فيك انك مؤمنه صادقه تقول لك ادعي لي، فاحنا دائما عندنا هذه اللغه تاع ادعي لي. فحقيقه بركه الدعاء كيف اننا ندعو لغيرنا باش يهديهم الله عز وجل. احنا نسعاو يعني نسعاو في حياتنا، نسعاو مع اهلنا، ودائما في الدعاء نبداو باقرب الناس الينا، على انه هما اللي يحتاجونا، هما اللي راهم في عايشين معنا، هما اللي راهم اولى بنا بالدعاء، ثم بعد ذلك نروحوا لمن حولنا، لأنه الدعاء هو مخ العبادة، وكما قال الله عز وجل في محكم آياته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم أبي هريرة، نعم، وحقيقة استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة ويعني فرح بها أبو هريرة. شوفوا أنه أبو هريرة لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه يدعي، هنا تاني تنشوفوا يعني أنه يحوس على أنه يبر الأمة تاعو وكذلك أنها تدخل في الإسلام. إحنا لازم هكذا نفكروا أننا الإنسان المسلم التقي لازم وين يكون ينفع، يحوس على مصلحة الغير، وهذه المصلحة ما فيهاش مادة ولا فيها مال ولا فيها يعني من خلفها أنه رشوة وغير ذلك. إحنا نحوسوا أنه تكون أخي بمعنى الكلمة، أو تكون يعني مسلم، أو ما يصيبني عليه أنا يعني نتبع طريق المستقيم باش ندخل الجنة وانت نخليك في النار. فعلاش ما يكونش عندنا هذاك الحب الصادق لغيرنا؟ وهذا الذي تجسد يعني في أم أبي هريرة. نعم، وأبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وأبي هريرة، فذلك الحب
حب انه الاسلام وحب النبي عليه الصلاه والسلام وحب انه الوالده تاعو يشوفها يعني ربما تدخل من باب الواسع من الجنه. فلمن لجا للنبي عليه الصلاه والسلام الذي يملك مفاتيح الجنه ويملك الشفاعه لجميع امته، فهنا الحمد لله. لماذا لا نسعى نحن؟ وهذه رساله انه بالنسبه للشباب وللشابات، انا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الشابات يعني اللي عندهم رساله دعويه، فاحنا نقولهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا كيفاش تعامل مع ام ابي هريره، يعني شتمات وسبته، مع ذلك تواضع وكما نقولوا تنازل ودعا لها. شوفوا كيفاش رد الحاجه السيئه، دعا لها بالخير. وهنا نعم والهداية، فهي رسالة لكل داعية ولكل شابة تحب تكون داعية ولا شاب، عليكم أن تتصفوا بهذه الصفات بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في التواضع والتنازل وحب الخير للناس. أنت حنان إلا تسمحي لي وأنت تحكي، قعدت نتخايل أم أبي هريرة كيفاش كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تغير حالها. حبيت نقول ما نغتروش بواش رانا عليه الان، انت ربي سبحانه يقدر يغير حال بحال، وهذا للاسف واش رانا نشوفه، تلقاه على ضلال ومن بعد ربي سبحانه يهديه الى طريق صواب، معناتها العبره بالخواتيم هذه، والحمد لله ربي تاب عليها واسترجعت ولات الطريق المستقيم. انا حبيت نخاطب هذوك اللي راهم في الطريق المستقيم، اياك ان تغتر بالتدين تاعك وتبدا تتفاخر بالتدين تاعك على واحد اخر دونك في التدين. مثلا زعما ما يصليش وانت اللي راك تروح للجامع، انت اللي راك حافظ الستين وهو مازال ما يعرفش من سوره الفاتحه، انت اللي راه عندك ربي عطى لك ربي المال راك تتصدق وهو راك تشوف فيه مش حاجة. نوع من الغرور اختي لميا. نعم. والاسلام لا يحس. نعم. تخيل باللي هذاك اللي ممكن هذا العاصي ممكن تتجرأ عليه ب ب ب بالتفاخر تاعك في التدين ديالك، غدوه يرفد يده برك لربي ويقلب ربي الحال بحال. العبره بالخواتيم، معناتها حنا كي نكونوا في نعمه تاع تدين نحمدوا ربي. نعم. عليها وما نديروا والو من غير اننا ندعو لغيرنا بالهدايه. نعم فعلا. وايضا من بين الامور اللي حبيت نوقف عندها، ممكن انا والاستاذه ام درا عندنا تخاطر حنقولوا نفس الفكره عشان ان شاء الله تكون فكره اخرى، انه الصحابه رضوان الله عليهم كانوا متادبين سبحان الله. لما اسلمت أمه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليعطي له البشرى بإسلامها وهدايتها جراء الدعاء الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذهب في المرة الأولى يعني وهو باكيا، ذهب في المرة الثانية أيضا وهو باكيا، ولكن بكاء الفرح مغاير. نعم. هنا أيضا حبيت نقدم يعني رسالة لكل من لديه والدان على قيد الحياة وهما مسلمان، نقول إنها نعمة عظيمة. انظروا إلى المسلمين الجدد كيف يبكون بحرقة على أن والديهم على الكفر، ويقولون أنتم تدعون لوالديكم وتتمنون ترجون لقاءهم في الجنة، أما نحن فنتألم لحال والدينا وهم على الكفر والضلال، ونعلم أنهم لو ماتوا على تلك الحال لكانوا من أهل النار. فهذه نعمة عظيمة أن عندك الوالد تاعك مسلم، عندك الوالدة تاعك مسلمة، نعمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا نرى أيضا أثار البر في هداية الوالدين، كاين اللي عنده والديه ربما يقيم مقيم على معصيه معينه او على منكر كذا، حبيت والديك يتهداو برهما، فالبر من سبب من اهم اسباب هدايه الوالدين. ونشوفوا في قصه يعني وبها نختم ربما، في قصه ابي هريره رضي الله عنه، حينما بعدما اسلمت امه فكان في كل صباح ياتيها قبل ان يخرج ويذهب الى اي مكان يبدا بوالدته فيلقي عليها السلام ويقول: السلام عليك يا اماه كما ربيتني صغيرة، رحمك الله يا أماه كما ربيتني صغيرة، فترد عليه أمه: ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة. فعلا. وهذه يعني من أعظم قصص البر التي تحدثنا فيها اليوم، بر أبي هريرة رضي الله عنه لوالدته أم أبي هريرة رضي الله عنهما، فنسأل الله عز وجل أن يلاقينا بهما في جنات عدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومع أمهات المؤمنين ومع المسلمين والمسلمات جميعا بحول الله تعالى. وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Thank you.
زوج هما. عندي مقدمه نبعث لك كل الاستاذات نصورها اللي بطن خلت كيفاش نديروا كل ورقه. هاي مع الكلام نجي مع الوقت بدا بدا برك في الحصه تاع حبسينا قلت لكم واش يبقى نبدا وكل لك على سيرك ما كي تقولوا بعدا ما تصيبش الشهر ما تصيبش الشهر. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. زيد احكي لنا شويه بعدتي ما فهمتك عندي جاي كذا نشوف شنو نحكي بعدتي هكا ما كاين بدا كاين جدال كاين هكا ديما ديما تحاور تخافي تخافي منا بزاف فوائد. لا قلت تخافي دوك انا عطاك عطيتيني المحور ديالي انا نهضر فيه ونزيكزاكي المحور تاع واحد اخر. علاه تروحي زيكزاكي هذه هي تخافي انا قلت تخافي قلت لك شنو هذا زيكزاكي تكوبينا ديك هي تاعي يا بو لا لا هروي بروي طاج حجابات تلك المعاني وتلك لا 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 نعم حتى انه اختي مريم واخواتي العزيزات نشوفوا انه ثمرت حرص النبي عليه الصلاه والسلام. يزرع حياته خير يحصد لاجاه. احلى حياه اللي بها ترضي هراء.